مشاهدين، التسويق واستحداث براند في مشروعك الخاص أصبح أمر لابد منه في ظل المنافسة القوية والشديدة في عالم البزنس. واليوم بنتكلم عن استحداث البراند والتسويق والتخطيط الاستراتيجي مع ضيفنا المهندس جعفر حمزة، المحاضر والمدرب في مجال استراتيجية البراند. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية، وشكرا على هذه الفرصة الثانية. شكرا لك على الدعوة وعلى وجودك. يعني بداية احنا نبي تعريفك الخاص للبراند، كيف تعرفه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، لما نتكلم عن البراند، طبعا اسم البراند هي جاي من كلمة إغريقية لها علاقة بوسم المواشي كانت في أوروبا سابقا. فكان حتى عندنا العرب عندنا البدو كذا، مثلا يعطون وسم إلى الجمال إلى للماشي إلى آخره، ومن ثم تحولت إلى مسألة يعني انتقلت من سلوك مجتمعات معينة تحول إلى سلوك بزنس. نعم. خصوصا بعد يعني الثورة الصناعية الأولى والثانية، والآن انتقلت إلى مرحلة جزء من حياتنا. طبعا أول براند يعني رسمي بالمتعارف عليه، وطبعا هو صار في أمريكا إلى شراب كحول للأسف، يعني بس هذا الواقع، يعني احنا نذكر حقائق تاريخ التاريخ، ومن ثم انتقل الى كل القطاعات الاخرى بسبب التنافسيه. كل ما زادت التنافسيه لابد ان تتميز، وكان من ضمن التميز ان يكون عندك وسم، اي يكون عندك براند. فكانت هذه البدايه. طبعا البراند، في فرق بين البراند وبراندينج، في ناس تخلط بين الشغلتين، وهذا اللي يسبب كثير من الارباك في فهم اصحاب العمل. تقعد معاه تقول له البراند، هو يتكلم عن البراندينج، يتكلم عن البراند، يمكن واحد ثاني ثالث يعني يتكلم عن اللوجو. كل واحد مستوى مختلف جدا، فلازم احنا نفهمه. انا اسميه الاونين، مثل البصله، شفت الشرائح؟ كل واحد لها طبقه معينه، اذا فهمناها احنا نعرف كيف نحط الاستراتيجيه، ومن ثم ننطلق الى امور اخرى متعلقه بالتسويق الى اخره. نعم. شلون تعزز استراتيجيه البراند ولاء العملاء اتجاه العلامه التجاريه؟ طبعا احنا ما نتكلم عن ما هي اولا البراند استراتيجي، خلينا نعرف مثل ما يقولون باك تو بيسك، نرجع للاشياء الاساسيه. البراند هو عبارة عن 3 إلى 4 دوائر. الدائرة الأولى هي يسمون البراند فاليو، قيم البراند. أعطيكم مثال، لما نتكلم مثلا أستدعي كلمة اليابان، شنو يجي في بالكم؟ تقنية، تقنية، التزام، انضباط إلى آخر. هذا الاستدعاء الذهني هو تعريف البراند باختصار. يعني في واحد اسمه مارتن نيوماير، هو مؤلف ما شاء الله مخضرم في الولايات المتحدة، وأنا درست عنده يعني البراند استراتيجي، يقول لك البراند هو عبارة عن الجت فيلينج، يعني هو شعورك. أنت تتكلم عن الوسم الذهني. الوسم الذهني. نعم. أو أنا أسميه الاستدعاء الذهني. أو أنا أفضل دائما باللغة العربية. البراند باختصار في اللغة العربية ما هي إلا سمعة. تذكرون عبد الحسين برضه يقول رأس مال لسانه. نعم. هذا رأس مال سمعتك في البزنس. صحيح. مهما أنت تقدم في التسويق، إذا سمعتك خرمت بنسبة 1%، هذه مشكلة. هل يقولون وارن بافيت اللي يقول تشتغل على سمعتك 15 سنة 20 سنة تفقدها في 15 ثانية. نعم. فهذا الوسم أو البراند باختصار. بالنسبة للبراند استراتيجي، كل صاحب عمل، طبعا لما تكلم عن البراند استراتيجي يأتي من الفرد إلى الشعب، يعني إلى الفرد، إلى واحد عنده فود كورت، إلى جهة حكومية، إلى قطاع خاص، إلى حكومة، إلى شعب. نعم. هذه ينطبق على الجميع، عشان كذا أعطيتكم مثال اليابان ليش؟ صحيح. فصار في ألمانيا، فكل واحدة فيها استدعاء. لما تقول مثلا شعب البحرين، دائما كل الخليج لما تجي تسمع يقول شعب طيب ومضياف وكذا. هذا الاستدعاء الذهني ما أتى من فراغ، أتى من تكرار، أتى من ربط، وأتى من تعزيز. هذه ثلاثية جدا مهمة. فهذه النقطة احنا نحتاجها، احنا نعملها على كل أنواع البزنس، حتى الحكومات. وعلى فكرة يعني في البحرين مثلا في تنافسية بين وزارة وزارة في تقديم خدمات العملاء الى اخره، ومؤخرا لاحظنا هذا الشيء. نعم. في اكثر من مؤتمر، وهذا يصب في صالح طبعا اكيد. بالضبط. يعني الاداء الحكومي بشكل عام وسفاره المواطن. لو بنتكلم الان احنا عن الفرق بين الماركتنج الاستراتيجي وبين البراند الاستراتيجي، يعني تمام. التسويق الاستراتيجي حلو والوسم الاستراتيجي تمام، لان دائما يكون في خلط ايضا ساعات بعض الحين يكون اوفرلاب. نعم. بس اللي دقق فيها يشوفها جدا مختلفه. انا اخذها من 3 إلى 4 نقاط. النقطه. نعم. الاولى فيما يتعلق بالزمن، الزمن بمعنى الوقت الزمني. البراند استراتيجي لونج تيرم، تحتاج انك شوي تطول فيها. الماركتنج استراتيجي از شورت تيرم، عندك كامبين معينه تعمل مربوط وتخلص. بمرحله معينه، مربوط بمرحله معينه، هذا واحد. اثنين، البراند استراتيجي يعطيك مثل ما يقولون الوات والهاو والواي واند، يعني هذه 3 اشياء، الوات والواي والهاو. نعم. في حين الماركتنج يعطيك الوير والوين، يعني متى تسوق وين تسوق، هل يكون اوف لاين يكون اون لاين. البراند استراتيجي بدون الماركتنج استراتيجي يفتقد التنفيذ، والماركتنج استراتيجي بدون البراند استراتيجي يفتقد الاتجاه.
او يقولون بالانجليزي ذاك without execution وهذا without direction، فلازم اثنينهم مع بعض. كثير من اصحاب الاعمال يركز على التسويق لان هذا ما يعرفه وهو معذور، لكن الان مع الانفتاح المعرفي ما في عذر، تقرا تطالع وتشوف تتاكد. مثل ما يقولون الحلول السهله هو، لان اللي صاير الحين بشكل عام ما اتكلم عن سوق البحرين، اتكلم عن السوق العربي، كوني انا ما اشتغل بس في البحرين، تقريبا من الكويت لعمان شغلي مع الحكومه ومع الخاص. الاحظ النفس الموجود وهو نفس الترند، نفس الترند، والله الجماعه مثلا اخذوا اتجاه معين مثل ما نقول بالعربي مع الخيل يا شقره، زين، فياخذون هذا الترند، بس ما في نفس طويل، ما في خطه استراتيجيه بعد 15 سنة. وين بتكون انت يا صاحب الفود كورت، انت يا حكومه، انت يا قطاع خاص، انت مثلا يا صاحب بزنس، وين بتكون بعد 15 سنوات؟ اقول لك لا، بس انا بمشي. ما تكون انت مع الهبه بالضبط، انت تكون قائد الهبه او صانع الهبه، في يحتاج نفس طويل، هذا واحد. والشغله الثانيه لازم تعرف ايش يسمونه البراند بوزيشن في التفرد، بالضبط، هاي يسمونه البلو اوشن بعد، يسمونه نظريه المحيط الازرق، يعني الاحمر الكل رايح فيه، صح. الازرق انت تتفرد فيه، وهذا التفرد يحتاج رقم واحد نفس طويل، يحتاج رؤيه واضحه، يحتاج خطه محكمه، بالاضافه الى فريق عمل متفاني. وهذا اللي يميز بعض البراندات العربيه، ارامكس على سبيل المثال، مؤسسه غندور ما زالت ما شاء الله قائمه سنوات يعني طويله، فلان عندنا المراعي السعوديه كمثال، وغيرها من امثله العربية احنا نعتز فيها. وهذا انا دائما لما يعني اقدم ورش عمل دائما اقدم الامثله العربية قبل الاجنبيه، صحيح، مهما كان في مشتركات. تقول لي والله ستيف جوبز اوكي ذاك لبيئه الخاصه، زين احنا كعرب كمسلمين عندنا امثله جميله نقدر احنا نرجع اليها، يعني هل نقدر نقول ان راح يكون في نجاح اذا ما كان في استراتيجيه للتسويق؟ ما هو تعرف النجاح؟ هل تعرف النجاح بزياده المبيعات فقط؟ ففي شيء، في ناس، في فرق بين تاجر ورائد عمل، في فرق بين واحد عنده بزنس او واحد عنده براند. هل حاب ان انا استمر ولا لفتره مؤقته؟ في بعض التجار يدخلون يسمونه ايرلي ان ايرلي اوت، مثلا يجي مثلا هبه شغله معينه، اخذ لي مثلا بضاعه معينه، ادخل في السوق بسرعه، ابيع واخلص اخذ الارباح واطلع بس. هذا ناس شغلتهم كذي، ومو غلط ولا اقول صح، في ناس هذا الاستراتيجي تبعهم، بس ما اتكلم عن البراند، البراند يحتاج مثل ما ذكرت سابقا، يحتاج نفس طويل، يحتاج مثل ما ذكرت انت في السؤال، بناء علاقة بيني وبين العميل، يكون عندي ولاء، وهذا الولاء ما يتم من فراغ، يأتي من تجربة العميل، يأتي من رحلة العميل، ففي أكثر من تاسك مثل ما يقولون، الواحد لازم يركز عليه عشان يوصل لهالمرحلة. لو بناخذ يعني منك احنا الآن ونختب بنصيحة مهمة جدا يعني لمن هو في هذا المجال، يعني عنده مشروع، عنده ايا كان هذا المشروع، طبعا بيسوق له من خلال السوشيال ميديا، من خلال الريال الواقع المعاش، نصيحة ذهبية، خلينا نقول يعني النصيحة الذهبية اولا في شيء اسمه الهيومن سنتريك ديزاين، يعني دائما تضع الانسان هو المركز، هذا الانسان سواء كان الموظف الموجود عندك او كان العميل، لان في الاخير احنا نبيع لمن؟ البشر. مهم جدا، يعني مهما انت ركز على العميل وانت ما تركز على الموظف هذه مشكله، والعكس ايضا مشكله. فهذه اول نصيحه. النصيحه الثانيه، لازم تكون عندك رود ماب، خارطه الطريق، انا موجود وين بوصل وكيف اوصل. اخر شغله، الشغله الثالثه هي الدمج بين البراند استراتيجي. انا اعطيك مثال بسيط وانتهي. البراند استراتيجي مثل انت تبني بيت، عندك مهندس يحط لك الخريطه، زين، هذا البراند استراتيجي. الماركتنج استراتيجي تحط الديكور، الاضاءه، هذا الماركتنج. فما يصير انت تسوي ماركتنج بدون استراتيجي، ولا العكس، ما تقدر تجلس في بيت على سواد، يعني عمليه تكامليه نقدر نسميها، اثنينهم مع بعض، يعني مثل جناحي طير، يعني اولويات بالضبط. طبعا اكيد، يعني احنا مشاهدينا اكيد باسمكم نشكر المهندس جعفر حمزه، المحاضر والمدرب في مجال استراتيجيه البراند، كل الشكر لك. كل الشكر لك، والشكر لتلفزيون البحرين، شكر لهذه الامسيه الجميله والرائعه. شكرا، الله يسلمك. مشاهدينا فاصل وراجعين.